Assalamu alaikum, Hannah. How are you? I'm teacher Aya, and this is your plan, inshallah, for this month. So let's go now to see your plan, inshallah. Inshallah, we will memorize in this plan from Surah Al-Ma'un to Surah Al-Qari'ah, inshallah. Okay, and we will revise from Surah, the last from the Surah we will memorize, inshallah, to Surah Al-Nas. And we will continue reciting, of course, inshallah, from Juz Amma from Surah An-Naba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Okay, Hannah. See you inshallah in our next session. See you inshallah in our next plan. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum.